فين بقى نعرف من حضرتك في البدايه زي ما انا قلت في المقدمه ان احنا فعلا مدينه العلمين هي كانت مدينه الغام وتحولت الى مدينه ذكيه ومدينه من مدن الجيل الرابع. كيف تم هذا الامر؟ الحقيقه ان كان توجيهات القياده السياسيه من بدايه انشاء المدينه في 2018 توجيهات ان بتطهير الارض، لان حضرتك مخلفات طبعا الحرب العالميه الثانيه كانت في العلمين وكانت كلها الغام وصحراء جرداء، مساحه مهدوره غير مستغله. يعني عايز اقول لحضرتك ان المساحه القرار الجمهوري 108 2018 48000 فدان، 48000 فدان دول مساحة على طول 14 كيلومتر ساحل البحر الأبيض المتوسط، يعني واجهة بحرية استثنائية غير مستغلة، ومساحة يعتبر مهدورة غير مستغلة، موارد للدولة غير مستغلة، مش مستفادين بيها، ما فيهاش أي استثمارات من قبل سواء مستثمرين أو الدولة لتوفير طبعا يعني قاعدة اقتصادية كبيرة، وسواء سياحية في سكنية صناعية ترفيهية. يعني مدينة عمان الجديدة مدينة متكاملة فيها جميع الأنشطة متوفرة في المدينة، وإحنا عندنا كذا محور في المدينة، محور التعليم متمثل في جامعة العالمين الدولية، نحن عندنا كمان جامعات هنا ومدن سكنية وفي أحياء سكنية مقسمة. يعني مظبوط. طيب مزبوط. هنبدأ زي ما حضرتك تقول كده محور التعليم وخاص بعدد من الجامعات، جامعات إيه اللي موجودة هنا؟ في البداية المدينة بدأت بالمحور التعليمي والسكني، وكل حاجة كانت شغالة بالتوازي، يعني ما كناش شغالين في محور واحد، المدينة ليها كذا محور وفي كل المحاور كنا شغالين بالتوازي. لو هنتكلم عن المحور التعليمي في جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، دول شغالين فعلا، والأكاديمية يعني العربية فيهم طلبة وبيبدأ بدأ العمل فيها فعلا، والأكاديمية العربية تحتفل السنة دي بتخريج أول دفعة من الأكاديمية، والجامعة فيها حوالي 8 كليات شغالة، من كليات هندسة علوم هندسية وكلية الحاسب الآلي، كلية طب الفم والأسنان، كلية الدراسات العليا، قانون الدولي، يعني في كذا جامعة شاملة. جامعة متكاملة وجاري يعني تشغيل كمان باقي الكليات، يعني مش مقصورة على كليات بعينها، يعني هتلاقي فيها جميع التخصصات والأقسام والكليات متوفرة. الأكاديمية العربية برضو فرع من الأكاديمية البحرية اللي من اسكندرية، الفرع الأساسي اسكندرية، وفرع ليها بامتيازات كمان ومميزات للرواد او للطلبه عشان جذب للمدينه. وكان بالتوازي مع المحور بقى السكني انشانا العديد من المشروعات، بدانا بالاسكان المتميز ومشروع سكن مصر لجذب جذب السكان سواء طلبه. يعني انتوا رعيتوا في تقسيم مدينه العالمين ان هو كمان المحور الخاص بالاسكان يكون مقسم على جميع الفئات، يعني زي ما بتقول في سكن مصر، في الاسكان الخاص كمان، في منطقه للفلل، يعني مقسم بشكل كبير. احنا جميع يعني مستوى الاسكان في المدينه متوفر جميع فئات الاسكان، او نقدر نقول جميع انماط الاسكان، اسكان متميز، في اسكان متوسط، اسكان فوق متوسط، واسكان فاخر، فالكاتيجوريز متنوعه وكثيره في المدينه، واي حد محتاج او يعني حسب الفئه هتلاقي اللي يناسبك السعر كمان مناسب ليك، المنطقه سكن مصر واسكان متميز، في كمان اسكان المدعم طبقا للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ده 83 عمارة جاري إنشاؤهم حاليا، سيتم الانتهاء منهم يعني خلال السنة دي وتسليمهم كمان للعملاء. سعر الواحدة كان لما نزل غالبا في حدود ما يقدر ب 500000 جنيه، يعني في منطقة ساحلية السعر طبعا مناسب جدا ومميز. في مشروع عمارات اسكان الداون تاون، دي عمارات سكنيه يعني المشروع انتهى بالكامل وتسلم. في مشروع امتداد داون تاون، يعني مشروع الداون تاون الاسكان كان 14 بلوك، الداون تاون كان الامتداد بقى 24 عماره تانيين امتداد ليهم عشان نكمل المشروع. طبعا نجح، كان 1320 وحده اتحجزوا وتسلموا، وزودنا ب 864 وحده التانيين. لو طلعنا شويه نلاقي برضو الحي اللاتيني، يعني بالتوازي يعتبر نفس مستوى الاسكان لاسكان الداون تاون.
في كومباوند مزارين بيقام على مساحه حوالي 700 فدان. في الحي اللاتيني كمان. ما لسه هقول لحضرتك الحي اللاتيني يعني، وهو زيه زي الاسكان الداون تاون، عمارات سكنيه فيها بلازا برضو، فيها مسطحات خضراء، اماكن لاندسكيب، ممرات مشاه. مشروع كومباوند مزارين من المشاريع الهامة في المدينة، لأنه هو على مساحة حوالي 700 فدان بيحتوي على نماذج عمارات، فيلات وشاليهات، في مباني إدارية، مبنى نفسه بيكون مبنى بالكامل إداري لتوفير جميع أنماط برضو، يعني مش إسكان بس، كمان متوفر محلات تجارية، مباني يعني إدارية، عشان أنشطة الخاصة بكمان ومكاتب كمان إدارية بشكل كبير يعني ويكون للشركات. ويكون في متوفر مكاتب إدارية للشركات تقدر تيجي تشتغل منها، مخصص في المشروع، معمول كمان بحيرات صناعية عشان كمان وانت قاعد يكون الفيو بتاعك مش معزول، البحر والبحيرة، البحر والبحيرة ما يقولش الأبراج بس هي اللي شايفة البحر، لا لا بالعكس، يعني سواء الأعمال البحرية، البحارات الصناعية على مساحة حوالي 265 فدان، مساحة ضخمة في المدينة مش مساحة قليلة، ومتصلة بالبحر مباشرة عن طريق الأعمال البحرية سواء بالبواغيز، عشان يعني بنجيب البحر عندنا.